السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير السي الحاج؟ بخير. الله يطول عمرك لله، الله يحفظك ويرعاك. الحمد لله. يا مرحبا. تدعي معايا وتدعي لي مع مرت ولدي، مات لي ولدي بحادثة سير. لا إله إلا الله. صبرني الله أنا ومرت ولدي والمستمعين يقولوا آمين. لا لا، راه احكي لنا كيفاش وقع على هذه الحادثة. دابا ولدي كانت مرته مسكينة خاسر لها بنادم وبغات تمشي مع الصباح الكلينيك، وعيطات له وقالت لي هاجي جيب لي دانون لولدي وسيريلاك. دالها داك الشيء وتم جاي غير على الموتور، ما داش الطوموبيل، جاي على الموتور، زلق به الموتور مشى وهو جا على الموتور. لا اله الا الله. صافي تضرب في صدرو، ملي ديناه عند الطبيب قال لك جا نزيف داخلي، مشات ليه الريه كامله. الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. وما صبرناش عليه سيدي الحاج، وباقي دري صغير، يلا عنده 27 عام وخلى لي وليد عنده في الله 6 شهور. وهذاك الوليد سبحان الله العظيم، النهار اللي غيموت بوه اول كلمه غينطق بها غيقول معمرو قال. هو باقي دابا كيقولها الان، معمرو قالت في ذاك النهار اللي غيموت ولدي. الله مسكين، دا غيبدا باليوتم. الله اكبر. لا زهراء، امتى وقع هذا الشيء؟ امتى دفنتو؟ وقع لي الخميس مع الاذان تاع المغرب. الله اكبر. وتوفى مع نهار، توفى مع الفجر مع الاذان قد. ودفنتو الجمعه؟ دفنا نهار الجمعه، وصلى عليه ما نقولش لك شحال ديال البشر وتابعين الناس طريق الحبسات ديال تيط ملي، كلها حبسات. ولدي كيبغيو كاع الناس، ما كاينش اللي كيقولها فيه خيبه. ولد مرضي نبش عليك. إن لله وإنا إليه راجعون. طلب الله غير يصبرني ويصبر مرته. دابا كنطيب من جهة ولدي وكنطيب من جهة مرت ولدي. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. غير سعفك تدعي معايا وتدعي مع مرت ولدي، وهذا نداء كنقدمو للشباب كاملين. يا لالا، ما يبقاوش يتهورو، ما يمشيوش بالسرعة، باش الأمهات ديالهم ما يحسوش بهذا الشيء اللي حسيت به أنا. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. عذاب أليم وحرقة في قلبي، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هو عزيز وربي عز منه. الحمد لله، لا إله إلا الله يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يسوك الصبر أختي زهراء، الله يسوك الصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك للا، شكرا لك. ونتمنى أن هذا النداء ديالك يوصل عند الأمهات والأباء والشباب ديالنا، لأن حوادث السير تتفاقم وتتكاثر أعدادها، خصوصا في صفوف الدراجات النارية. هناك شباب غير كيبدا الحياة ديالو كيطلب من والديه أنه يقتني دراجة نارية، ومن ثم يحب السرعة وقد لا ينتبه إلى المخاطر ديال الطريق. وكنسمعوا تقريبا يوميا حوادث سير في صفوف الشباب بالدرجات النارية، وكتكون الحادثة قاتلة. يعني ليس هناك كسر ولا جرح، وإنما هناك إزهاق للأرواح. فكنتمنى أن الآباء والأمهات يحرصوا على أنهم يوجهوا وليداتهم توجيها حسنا، حتى يتقوا ويتفادوا هذه المخاطر المميتة والقاتلة. والشباب أيضا عليه أن يعرف بأنه راه مسؤول، راه ملي كيوقع ليه شي واقعة هو كيمشي عند الله تعالى، وكيخلي خلفه أحزان، وكيخلي وراءه بكاء، وكيخلي وراءه ويلات ومصائب حتى واحد ما كينساه. وكنعرف عدد الأمهات ماتوا وليداتهم هذه 20 عام تقريبا بحوادث السير ديال الدراجات النارية بالسرعة المفرطة، ولم تنسى الأمهات
موت أبائهم، موت أولادهم مرة سنين وسنين، ولا زالوا كأن الجرح وقع بالأمس، لأن المصيبة كبيرة. على كل حال هذا قدر الله تعالى لن نزهر، عظم الله أجركم في ابنكم، وأسأل الله تعالى أن يتغمده في وسع رحمته وأن يكون من الشهداء. هناك واحد الأمل جميل، وهو أن الذي مات بغتة أو بحادث سير يلحق بالشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الشهداء وما أعد الله لهم من نعيم قال: من غير الذين يحاربون في ساحة المعركة من أجل إعلاء كلمة الدين، قال حتى الغريق يسمى شهيد، من كان يسبح في اليم أو في البحر أو في النهر وغرق يسمى شهيد، والحريق يسمى شهيد، من احترق بنار أو بصدمة كهربائية أو غيرها يسمى شهيد، والذي سقط من عليم إما من مرتفع من جبل أو من شجرة أو من عمارة من مكان مرتفع فيه درج يسمى شهيد. وكذلك المرأة عند الوضع، المرأة إذا كانت تلد في ووقعت لها صعوبة في الإنجاب ثم توفيت تسمى شهيدة. وكذلك المطعون، من مرض بمرض الطاعون، حتى قيل بأن الكوليرا والكوفيد 19 وغيرها كله يسمى طاعون. الطواعين، طواعين عبر التاريخ تتنوع، فمن مات وهو مطعون يسمى شهيد، فهؤلاء كلهم شهداء، ومنهم الذي يموت ميتة البغتة. فلعل ابنك يتقبله المولى عز وجل في صفوف الشهداء، ويكون من الذين أكرمهم المولى بحسن ضيافته، لأن الشهيد أول ما يعطيه الله عز وجل أنه لا يشعر بألم الموت، لا يشعر إلا بما يشعر به من وخزة الإبرة، وأنه يعفى من السؤال في القبر، أن في قبره لا يسأل، لا يبعث الله له ملكين ليسألانه، لأنه عنده الراية البيضاء. ثم إنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، وربنا يجعله من القبور إلى القصور، ويعطيه الله يوم القيامة الشفاعة لسبعين من أهل بيته يشفع لهم. هذا إكراما لمن مات موتا غير عادية، ربنا يخفف عنه وعن أهله بكرامات الشهيد. أرجو أن يكون ابنك منهم، ولعل موته ليلة الجمعة، لأن هناك كرامة من يموت الاثنين والجمعة، ربنا وعد بأنهم من المكرمين وأنهم لا يسألون في قبورهم، الذي يدفن يوم الجمعة أو يوم الاثنين لا يسأل في قبره، لأنه يكون من أهل الله وخاصته. ثم إن من مات وتبعه عدد كبير من المشيعين يشيعون جنازته كلهم يشفعون له، إذا كانوا فقط غير ثلاث صفوف يشفعون له كتبت له الجنة، أما إذا كانوا بالعشرات أو بالمئات فإنه يكون من المقربين عند الله. وابنك ولله الحمد صار معه كما قلت عدد كبير من المشيعين. ثم إنه صلي عليه يوم الجمعة، أقيمت عليه صلاة الجمعة وبعدها صلاة الجنازة، بمعنى أنه يكون من المقربين المنعمين عند الرحمن الرحيم. ثم إن هؤلاء المشيعين كانوا صائمين، فيوم الجمعة كانت أول جمعة في رمضان وكانوا صائمين، وهذه كلها كرامات. لكن يبقى دوما بأن الفقد شيء صعب وعسير، فماذا عسنا أن نقول إلا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، وإن لله وإن إليه راجعون. أسأل الله تعالى أن يتقبله في وسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا ربي يا كريم اجعله في قبره من الآمنين، اجعله في قبره من المنعمين، وأدخله جنة الفردوس مع النبي المصطفى الأمين، وارزق أهله الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.